سيارات في هذا المساء الرئيسي. أتمنى التوفيق للجميع، ويسرني في هذه اللحظة أن أنقل الكلمة لأخي الكريبي بن جابر المري. شكرا أبو سعد. مشاهدينا الكرام، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. نرحب بكم في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، في ثاني أيام هذا المهرجان، في تحديات وانطلاقات سن الحقائق، في أمسية الرموز، في تحديات مسافة 4 كيلومترات وأول أشواط السيارات. بعدما تابعنا واستمتعنا معكم في المنافسة التي حضرت في أشواط الرموز، في شوط الشلفة والخنجر، كما نهني الجربوعي محمد بن سعيد بن صالح الجربوعي بالعرج، من قدم لنا مهمة وأنجزت المهمة وخطفت الشلفة وأهدت أبناء المملكة العربية السعودية هذا الناموس المسائي. كذلك نهني أيضا علي بن طيناب بن عايض آل عذبة المري، من خطف خنجر القعدان مع غازي، من غزا الخنجر من منتصف المسافة وكان هو الأجدر والأميز في شوطنا السابق. لنبدأ مع مسيرة هذا الشوط، لنتابع معكم الأسماء الخمسة. الأولى تويوتا ستيشن جي إكس هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة لمن يفوز بالمركز الأول ومن المركز الثاني حتى العاشر، جوائز نقدية ثمينة. أول المراكز المتقدمة بشاير عبد الله بن حمد بن عمر الغيثاني مع المركز الأول. المركز الثاني من الجانب الأيمن أتابع تقدم مهمة حمدان بن علي بن محمد الغفران المري مع انطلاقة شعاره على البداية والمقدمة. المركز الثاني، الله، أرى القدوم من قبل سيادة علي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح على المركز الثاني. المركز الثالث، وصول رنيم على المركز الثالث، قدومي الملحوظ مع الثالث. التحديات أو هنالك الأسماء القادمة من الجانب الأيمن، أرى الشعارات بدأت تتسلل بهذه اللحظات. تقدم شانية عبد الله بن علي بن ثين المري. والمركز الرابع، وصول وتقدم من قبل مشاهدين الكرام، شعار البريدي حمد بن عبد الهادي البريدي يصل بهذه اللحظات شعاره ليكون له الحضور والانطلاق من الجانب الأيمن. وكذلك وصول الأسماء والشعارات المتواجدة، هنالك التواجد والانطلاق من قبل بطولة هزيب بن حمد بن علي بن حمد المريخي. وخامسا التواجد مشاهدين الكرام من قبل نوف سالم بن ناصر بن محمد الشنجل، ليواصل الشنجل بإنجازات هذا الشعار وبمشاركاته وحضوره متسللا مع الأسماء الخمسة الأولى. ليعود إلى البداية، ليعود إلى المقدمة، ليتابع سيادة تسيد يا سيادة مجريات الشوط. بدأت تسيد بهذه اللحظات، ليكون التواجد لشعار برنديلة من يدل دائما هذا الشعار، دروب الناموس، دروب انتزاع المراكز الأولى. علي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري، ليكون النجاح مع بن بحيح المركز الأول. لو كان المركز الثاني، الله يا نوف، الخوف من نوف سالم بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المركز الثالث. التقدم من بطولة هزيم بن حمد بن علي المريخي. رابعا القدوم والتواجد من قبل شانية عبد الله بن علي بن فهيد المري. المركز الخامس، التقدم مشاهدي الكرام من مهمة حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري، وهنالك الأسماء القادمة، ولكن الشنجل شعاره أو هنالك التقدم مشاهدينا الكرام من قبل وداع البداية، وداع المقدمة. الله
يا وداع توادي العسلات ما بانطلاقتها على البداية. وداع لعلي بن راشد بن فهيد ألف هيد المري مقدما لنا هذا الشعار الشطرنجي ليبدأ بالتلاعب بأعصاب المشاركين. ولكن نوب نوب وداع وداع نوب بدأ التحليق بدأ الانطلاق بدأت أيضا تنطلق هذه الابكار في هذا الاختبار. نوف مع الشنجل مع هي الاخرب لاختطاف السيارة ولكن عادت عادت وداع وداع تعود لتطحن المنافسة لتبدأ بالانطلاق باختطاف اول المراكز. علي بن راشد بن فهيد الف هيد المري يخطف السيارة يخطف الناموس يخطف المركز الاول ويخطف هذا الناموس الغالي في هذا المهرجان الغالي خاطفا اول المراكز خاطفا السيارة محققا الناموس مع انطلاقة وداع. باي باي الأسماء وادعتكم وداع 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 تبدأ بالإبداع بالتميز بالانفراد خاطفة الناموس الثاني والتبركات نزفها لعلي بن راشد بن فهيد الفهيدي المري وأنت الفادي الفهيدي مع اختطاف ناموس هذا الشوط المركز الثاني. كان الوصول من قبل نوب لسالم بن ناصر محمد الشنجر المركز الثالث. كان التواجد من قبل سيادة علي بن زيد البحيح المري المركز الرابع. وصلت جمرة لسعيد بن زايد بن سعيد مطول الخيرين المركز الخامس. كان الوصول من قبل شعار الجحافي مبارك بن محمد بلويهي الجحافي. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تابعنا معكم المنافسة التي حضرت ولكن وداع 6 دقائق ثانية واحدة 36 جزء من الثانية هي من خطفت أول المراكز الثانية والتبريكات نزف ولعلي بن راشد بن فهيد الفهيد المري على هذا الفوز المستحق. نوف وسط عمرك الثاني 6 دقائق 4 ثواني 3 جزء من الثانية. الثاني تبقى لسالم بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجي المركز الثالث. كان الوصول من قبل سيادة توقيت الزمن 6 دقائق 6 ثواني 85 جزء من الثانية. الثاني تبقى لعلي بن زيد آل بحيح المري. شوط جديد ينطلق والزميل